الحمد لله رب العالمين الذي وفقنا لخدمة طلاب العلم الذين جاءوا من بلاد ومدن مختلفة حبا بعلم الدين، والحمد لله الذي سهل لنا برنامجا يساعد الطالب على الانتقال من مرحلة عدم التكلم باللغة العربية إلى مرحلة القراءة والكتابة والتعبير باللغة العربية. When I first arrived at ALIPH, I had no experience speaking Arabic. I knew the letters, the short vowels, and some of the surahs from Al-Quran, but I definitely couldn't hold a conversation in Arabic. الآن أنا مرتاح وأستطيع أن أتكلم وأكتب ما تعلمته بالعربية. Our teachers helped us build and strengthen our foundational skills. First we started with letters, then we moved to words. وقبل أن ندرك ما حصل شرعنا بالتأليف رسائل لأهالينا. All while expressing our thoughts and emotions in Arabic. With level one, I have learned to protect my tongue from many mistakes in grammar, morphology, and word usage. The rules and fundamentals that were ingrained during that crucial year guide me to this day in my pursuit of knowledge in Arabic and religious studies. دائما نتكلم باللغة العربية في اللغة الثانية في كل يوم وفي كل حين. الأساتذة يذكروننا بالتكلم باللغة العربية. في هذه السنة ازددنا تلذذا بالحوار معا. حين فهمنا نحو الصرف انطلقنا إلى التفوق في التعبير والتكلم. والحمد لله رب العالمين. أذكر أول مرة جئت إلى هنا لأبدأ في تعلم اللغة العربية. وكتبت أول امتحان. كان هناك سؤال: لما جئت إلى هنا؟ فما فهمت السؤال جيدا، فأجبت: جئت أمسي ليلى. فسبحان الله، منذ تلك المرة حتى الآن كم من علم تعلمته وفائدة حصلت عليها، من تعلم المفردات وكتابة الجمل المفيدة في السنة الأولى. انتقلنا في السنة الثانية إلى الإنشاء وتطبيق القواعد الصرفية والنحوية. زيادة على ذلك، الأساس الذي بني عليه علمنا في اللغة العربية مكننا في فهم الأدب والبلاغة. فما شاء الله، الآن صرت أستطيع أن أعبر عن فكرة واحدة بطرق مختلفة. أي القصة الأولى التي ما كنت أظن أنني سأدرس في مكان عظيم مثل هذا المعهد. تعلمنا كيف نقرأ ونكتب ونتحدث بالعربية في وقت قصير لأننا ملأنا أوقاتنا بالقراءة والكتابة والتعبير. Aside from the educational perspective, something else that kept me pushed to keep learning and sticking around is the community around this ma'had. The camaraderie between us and ALIPH is apparent. From the first day to the last, you'll never find a shortage of helpful friends and teachers. Obviously, some days are more difficult than others, but with patience and encouragement from your classmates and your teachers, you realize that every step here is crucial to your success. والنجاح هنا سهل مع تفكير السليم والسلوك الحسن. وكما تعلمون لدينا الآن في معهد ألف ثلاث مراحل: المستوى الأول والمستوى الثاني والمستوى الثالث. وإن شاء الله تعالى نعلمكم بأننا سنفتتح في السنة القادمة السنة الرابعة بإذن الله تعالى. إن شاء الله تعالى سندرس فيها ألفية ابن مالك في النحو، وندرس فيها الصرف والبلاغة والأدب والعروض من العلوم النافعة، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لهذا الخير العظيم.